أهلا بك زميلي مازن. قصتنا اليوم لم نستطع تصويرها بالكاميرا وأجبرنا على استخدام جهاز الموبايل لأن هذه السيدة عدائية بعض الشيء، ماضيها فيه تفاصيل غامضة، ولكن واقعها اليوم وحاضرها هي وهذه الطفلة الصغيرة مأساوي بكل معنى الكلمة. أترككم مع هذا التقرير لتشاهدوا القصة. اعتادت هذه السيدة على العيش في الشوارع في هذه الظروف القاسية. قصتها مجهولة والمستقبل أيضا مجهولة، وكان لديها طفلة أخرى مع هذه الطفلة لكنها اختفت في ظروف غامضة. لم نستطع الاقتراب منها أو تصويرها أكثر لأنها بطبيعتها عدائية بعض الشيء، وترفض المساعدة وترفض السكن في أي دار يوفر لها، وتعيش في الشوارع مع طفلتها. ليش ما تودين ياسمين بالدار مع الأيتام؟ يعلموها هناك حتى لو ما تفوتيها مدرسة، أكل وشرب وملابس، ويعتنون بيها أحسن ما تظل هنا بالشمس. حتى إذا أنت ما تروحين هي تروح، وكل يوم تروحين تشوفيها. ليش ما توديها؟ والله تكسبين خطاها بعد الحر. نجحنا في الحديث مع ياسمين، فراشة لا تعرف شيئا عن أباها ولا تمتلك أي أوراق ثبوتية. وأكثر من مرة حاولت الشرطة المجتمعية نقل هذه العائلة إلى المخيم، ولكنهم يهربون من هناك وتعود الأم إلى الشوارع مرة أخرى. ايش اسمك؟ باسم. بالمدرسة؟ ليش؟ لا أعرف. طبعا هذا حال ياسمين، والدتها خلفي في حالة يرثى لها من فترة طويلة حسب كلام الشباب. والدتها يعيشون بهذا المكان ليل نهار. حاولت كثير اقنع والدتها انه نودي ياسمين لدار الايتام حتى تبقى هناك، لكن ما قبلت. طفلة بدون اوليات، بدون مستمسكات. هذه الطفلة ضحية لقصة مجهولة والروايات عنها متعددة. اشخاص يقولون ان والدها كان يحب امها وقد توفي في ظروف غامضة، وآخرون يتحدثون عن اعتداء تعرضت له هذه الأمة، ولا أحد يعلم أين ضاعت الحقيقة. وإن بقيت على هذا الوضع فستضيع ياسمين مثل أختها إلى المجهول. أنقذوا هذا الملاك فلا ذنب له ليبقى في الشوارع فريسة سهلة لضعاف النفوس. من الموصل محمود الجماس.